يا حضره الضابط؟ مخدرات ايه؟ ايه امال كنت بتدور على ايه؟ هو ما جالكيش النهارده؟ هو من ده؟ استعبطي عليا يا واد. مساء الخير يا كمال افندي. مساء الخير. ازيك يا شلل؟ الله يسلمك. انت عاوزين مين؟ استعبط عليا انت كمان؟ ولا استعباط ولا حاجه يا كمال افندي. قول لي انت عاوزين مين؟ انتوا عارفين احنا عايزين مين؟ الغريب. انتوا مش ماسكينه امبارح ومحبوس؟ لا هرب. هرب؟ وازاي تسيبوه يهرب يا فندم؟ انت بتعملي ايه؟ مروحه. انت ما سمعتش ولا يهمك. انت خلاص بقيتي حره يا وردي وانا جنبك اهو. مفيش حد هيقدر يهوب ناحيتي. الكلام ده تقوله طلمه في السجن، انما مادام هرب انا ماليش حره نفسي. انت لسه بتخافي منه؟ كل الناس بتخاف منه، انت بتخاف منه. انا بخاف منه؟ ده انا شلب يا وردي. ايوه الكلام ده تبقى تقولهوله لما يبقى يحاسبك. يحاسبني؟ ايوه. مش انت اللي مبلغ عنه يا بطل؟ عشان يخلالنا الجو يا وردي. وهو كده هو هرب يا حدق من هنا ورايح. انت في ناحيه وانا في ناحيه، فاهم؟ اوعى كده في دراعي. الحمد لله على السلامة يا سي حسن، البلد نورت بوجودك يا عم جبلاوي. يا سلام، سنة بحالها الواحد يغيب عن البلد ويرجع يلاقي كل حاجة زي ما هي. سنة انقلبت فيها الدنيا وحصل 100,000 حاجة، وبرضه ارجع الاقي النخله الميله ميله وبيتها ابو ابراهيم من غير شبابيك والعيال لسه بتلعب. ايه دنيا، يا ترى اخبار البلد ايه يا عم جبلاوي؟ كله كويس يا سي حسن. الحاج محمد ابو مصطفى تعيش انت ايه؟ وشنيطي خدوه سرايا الصفرة، وبدأ وفندي نظير المدرسه اتجوز. بس في خبر كده مش ولا بد. خبر ايه يا عم جبلاوي؟ بيقولوا الغريب ابو محمد هرب من المركز. مين الغريب ده؟ ما تعرفوش يا سي حسن؟ حد ما يعرفش الغريب يا ناس؟ مش فاكر لما كنت بتيجي عندي واعمل لك الشاي واحكي لك على اولاد الليل؟ اهو ده يا سيدي اجدع واحد فيه. مجرم يعني؟ مجرم وبس.
ده قتال قتلي وقاطع طريق ومدوخ الدنيا بحلقه. ومن ساعه ما هرب والناس بتمشي تتكعبل من الخوف. بس مش كل الناس يا عم جبلاوي، في ناس ولاد ليه القدام ما يخافوش ابدا. ايه يا سي حسن، وربك تبع لنا من زمان والقشه بقت معدن، وربنا يخلينا الست الوالده بسطانه وكرمانه والحمد لله رضا. شي انا قلت مش ممكن، يعني مش ممكن. ما هو يا ست هانم، لو ندفع نص الايجار دلوقتي والنص التاني بعد ما نلم القط، ده كلهم تلات اشهر ولا تلات ايام. ما يا ست هانم، احنا عاوزين القرشين عشان نجيب لهم البزري غير الكيماوي وهم الدودي. بلاش كلام فارغ، بدل ما تصرفوا فلوسكم على الشاي الاسود والمعسل ابقوا وفروهم وادفعوا للناس حقوقها في ميعادها. ما هو يا ست هانم، هي كلمه، اذا ما كانتش فلوسي هتوصلني على داير مليم، يبقى عقد الايجار بتاع السنه الجايه مش هجدده معاكم. مفهوم؟ مفهوم يا ست هانم. السلام عليكم. مع السلامه. ايه الزيطه دي يا بنت؟ اصلي زي حسن وصل يا سيف. لا يا شيخه، تقومي تعملي الدوشه دي كلها؟ انت فاكره نفسك فين؟ في الغيط؟ امشي من هنا قليله ادب. صباح الخير يا ماما. الحمد لله على السلامة. وحشتيني قوي قوي يا ماما. مالك يا ماما؟ في حاجة مضايقاكي؟ لا أبدا، فرحانة قوي يا أخوي عشان سقط. أصل والله العظيم يا ماما الامتحان كان صعب خالص. مش معنى سلوى نجحت. ما هو أصل سلوى بقى ما هياش خايبة زيك. أبدا يا ماما والله. الحق علي أنا، ما كانش لازم أسيبك في مصر وحدك، ضروري ما اتلميت لك على شلة علمتك الزوغان والصرمحة. أنا يا ماما؟ اسمع، أنت طول الأجازة دي لازم تذاكر، مش عايز ده ولا كلمة زيادة ولا كلمة ناقصة علشان تعوض اللي فاتك. حاضر يا ماما. واعمل حسابك لازم تخلص الكلية بأي طريقة. أنا تعبت، عارف يعني ايه انا تعبت؟ لازم تيجي تستلم الارض وتبشرها. انا استلم الارض؟ لا انا. انت ايه، هتفضل طول عمرك عيل مش عايز تبقى راجل؟ حاضر يا ماما. اطلع نام. بس يا ماما مش جاي. بقول لك اطلع نام يا ماما، لسه بدري. ما اخلص. الليله دي عاملين حفله بمناسبه نجاح سلوى، وطبعا لازم نروح نبارك، مش كده؟ اتفضل اطلع نام. حاضر عن اذنك. يا ستي كفايه بقى، ما انتي عاجباه من غير حاجه. هو مين ده؟ ايه حبيب العمر، يا سلام عليك يا سناء. طب يلا بينا بقى، ما ينفعش نسيب الناس ونقعد نتكلم كلام فارغ. الفارغ قال وعدنا يا رب. يا بنت بطلي شقاوه. عقبال ما نبارك لك يوم فرح وفرح حسن كمان في حياتك ان شاء الله. اهلا، ازيك يا طنط؟ الله يسلمك، الف مبروك يا حبيبي. يا طنط ازيك يا حسن؟ كويس. سلوى. انت بتدوري على حد؟ ايوه بدور على واحده صاحبتي. مين دي؟ واحده ما تعرفهاش يا اخي. حسن، مساء الخير. ايه اللي اخرك كده؟ اولا مبروك على
على النجاح. ميرسي. ثانيا الحقيقه كان عندي شغل مهم خالص وما كنتش حاجه، انما بقى عشان خاطرك. يا خبر، والله كنت ازعل منك ولا اكلمكش طول عمري. تعالوا بقى. يا اخي والله انت هتجنني، لما انت يا ابني بتحبها ما تقولهاش ليه؟ ايوه صحيح يا اخي ما تقولهاش ليه؟ عندك مثلا انا وحبيبتي زهيره. يا اخي اتنيل انا بتتلهي على زعزعه القصب بتاعتك دي كمان. لا 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 الا زهيره. ولا اقعد ساكت، خلينا نتكلم في المهم. خالص اسمع يا حسن، انت يا ابني مش بتحب سلوى وعايز تتجوزها؟ ايوه يا مجدي، بس يا جماعه مش هتخرج الاول؟ يا ابني كلها سنه وتتخرج وتاخد الليسانس، ومفيش بقى مانع انك تخطبها من دلوقتي، مش هيجرى حاجه. بس يعني تفتكر انها هتوافق؟ ليه لا؟ انت وهي قرايب ومتربيين سوا من صغركم وزملاء في كليه واحده. بالظبط. عندك مثلا انا وحبيبتي زهيره. يا اخي اتنيل ما تنساد يا سميله صند، خلينا في المشكله دي. مشكله ايه يا مجدي؟ جواز ايه وحب ايه اللي انت بتتكلم عليه؟ حياة والدك توفر العقد دي لنفسك. بلاش كلاكيع، الحكاية بقى فيها كلاكيع. يلا بينا احنا بقى يا عم نشوف جونا. يلا مكلكع. افهمني يا مجدي بس، اصلا انا خايف لو قلت لها اني بحبك وعايز اتجوزك بعدين ترفض يا مجدي. وماله، تبقى برضه رسيت لك على حل، بدل ما انت مش عالق نفسك كده في حبال الهوى ومش عارف ان كانت بتحبك ولا لا. اسمع يا ابو علي، انا هنصحك نصيحة يا ابني، افرد صدرك وخش جامد، وابقى ادعي لي لما سلوى تبقى مراتك عن اذنك. انستنا وشرفتنا يا سيد كمال. الله يحفظك. شكرا. اللي قول لي يا كابتن، انتوا قبضتوا على الغريب ولا لسه؟ ان شاء الله. اصل الحقيقه الظروف خدمته المره دي، احنا ما نسيره هيقع في ايدينا. ازاي؟ لا ازاي دي بقى، ده سر المهنه. استاذن انا بقى. ما هو بدري. لا معلش. مش معقول ده انت لسه جاي. انت عارفه ظروف عامل ايه. المهم ان شربات نجاحت ما فاتنيش. سعيد. مع السلامه. الله يسلمك. كمان كمان. خد بالك من نفسك يا كمان. حاضر. كمان. يبقى طمني عليك. ان شاء الله. سعيد. مع السلامه. الله يسلمك. جايه جايه. اتلحلح بقى، ما تبقاش واقف كده كملوح. بتدور على ايه يا حسن؟ الله، مالك؟ سلوى. نعم. سلوى. نعم. ولا حاجة ولا حاجة. وحياة النبي خايف. ما قدرتش. وراها يا أخي. سلوى سلوى. إيه مالكم؟ الحقيني، زهيرة زعلانة. الله. يلا بينا يا حسن. ما لسه بدري يا طنط. بدري من عمرك يا حبيبتي. معلش، أنت عارفة إن أنا أحب أنام بدري. طب والنبي خلي حسن يقعد معانا شوية. أيوه حياتي يا رب، عشان خاطري. وبعدين معاكوا يا اولاد، ما انتوا عارفين البلد واللي حاصل فيها، لو قعد معاكوا واتاخر يبقى هيروح لوحده. ما هو مش هيروح لوحده يا طن، احنا كلنا هنوصله لحد البيت كده. طب ايه رايك يا حسن؟ اللي تشوفيه يا ماما. اقعد معاهم يا حبيبي. ميرسي يا طن. ميرسي حسن. ايوه ماما. اسمع، اذا لقيت نفسك هتتاخر ومفيش حد يوصلك اعمل لي تليفون ابعت لك الجبلاوي يجيبك. مفهوم؟ مفهوم يا ماما. امسك. ألف مبروك يا سلوى. ميرسي يا طنط. تصبحوا على خير يا أولاد. مع السلامة يا طنط. بقى معقولة دلوقتي؟ حد يجيله نوم في ليلة الدين؟ أنت يا ست شخصية مش هيجيلك نوم، لأنك ناجحة في الكلية وناجحة في اللي بيطاردوا الغريب وناجحة في حاجات كتير. لا بجد والله يا مجدي، نقعد شوية يا أخي. إيه اللي بتقوليه ده يا سلوى؟ نقعد إزاي؟ دي ماما زمانها قلقانة عليا. مش قلنا هنوصلك يا حسن؟ انت اصلك يا سلوى ما تعرفيش شجاعة ابو علي في المواقف اللي زي دي. اسمع مجدي، ليه من سنك احسن لك؟ انا اشجع منك ومن 60 واحد زيك. يا اخي والنبي تتلهي، ده احنا 10 ورا رايحين نوصلك وبرضه تلاقيك خايف وميت في جلدك. انا خايف؟ خايف من ايه؟ من الغريب. يعني هيكون من ايه؟ ده انت يا ابني ساعة ما سمعت انه هرب والدم هرب من وشك. انت كذاب، 60 كذاب. انا ولا 100 غريب يهزوا شعر في راسي. حلاوتك يا ابو علي يا عترة، يعني لو طلع لك هتشخطيه بالشكل ده؟ انا شخصيا لو طلع لي
اصور، انما انا بقى لو شفته اعمل عيش واقول الحقيقه يا سحيره. جبنة كلكم جبنة، انا شخصيا نفسي اشوفه وقابله، ده بني ادم زينا يا جماعه، انتوا فاكرينه ايه؟ غول ابو علي يا جامد. هي كده الفتوانه ولا بلاش؟ افهم من كده يعني ان احنا لو ما كناش هنوصلك كنت تقدر تروح لوحدك؟ بشرفي، لولا اني خايف لا اتاخر ما كنت خليتكم توصلوني. انت فاكر كل الناس زيك؟ تراهن على ايه؟ على انك ما تقدرش تروح لوحدك؟ تراهن؟ ايوه راهنك، ما راهنش ليه؟ جنيه اهو. ايه يا جماعه الهزار السخيف ده؟ ده كلام انت صدقتيه يا شيخه؟ انا ما بهزرش. وانا كمان ما بهزرش. يبقى نتراهن على 5 جنيه. ده حجه بقى اللي مش عايز. اسمع يا حسن، لو كنت جدع طلع جنيه زي ده ونديهم الاثنين لسلوى، واذا روحت لوحدك ترجع الصبح تاخدهم الاثنين يبقوا حلال عليك. ادي الجنيه اهو، خليكم شاهدين. خد يا سلوى. وادي الجنيه بتاعي كمان. وانا كمان معاكم جنيه اهو، ورينا شطارتك بقى يا سي حسن. وانا كمان جنيه، خد. لا انتوا باين عليكم اتجننتوا، بقى معقول حسن يروح لوحده وفي واحد زي الغريب في البلد؟ انا لا يمكن اوافق على كده. اسمعي يا سلوى بقى، احنا اتفقنا خلاص، تخليكم انتوا على هنا. تصبحوا على خير. حسن استنى عندك، اذا ما كنتوش انتوا هتوصلوه انا هنده لبابا يوصله بنفسه. يا سلوى ما تعملهاش حكايه، اصل هما لما بيشوفوني بعامل ماما كده بيفتكروا اني جبان وخواف، لكن انا بعملها كده احتراما ليها، انا مش خواف يا سلوى. انا عارفه ومتاكده يا حسن، بس مفيش داعي تعرض نفسك للخطر ويمكن للموت كمان. لا بس انا عايز اوريهم انهم هما اللي خوافين مش انا. تقدر تعملها يا سي فتحي؟ انت عايز صراحه؟ ما اقدرش. تقدر تعملها يا سي شكري؟ انا انا ما اقدرش. تقدر تعملها حضرتك؟ ولا حتى لو كان الغريب مش في البلد، ده الدنيا ضلمه ظلام يا ابني. مش بقول لكم جبنه؟ تصبحوا على خير. أنا... حسن يا حسن تعالى يا ابو علي تعالى. بس سيبوه وحياتكوا، بعد دقيقه واحده لا هتلاقوه راجع جري. استنوا. مش ولا ولا شاطر، انا راجل ودي طريقه كلام دي. ما تقول سلام عليكم يا اخي، ما تقول سلام عليكم. الله انت تبقى ابن مين يا شاطر؟ ما تقوليش يا شاطر، انا ابن المرحوم عثمان افندي الله يرحمه، كان راجل طيب. قرب كمان كمان، ما تخافش. انا مش خايف اهو. تعال ورايا. تعال هنا، قلت لك تعال. ما تخافش.
ما بشربش. تشرب. تشرب. شوية نستنى يا سلام. ما كله منك طبعا لازم نستنى. تشرب سجاير ليه؟ مش عيب؟ مش انت اللي اديتها لي؟ تسمع كلامي ليه؟ طب اعمل ايه بس؟ اقول ما تخافش انا جعان. انت جعان؟ تحب تاكل ايه؟ اي حاجة تلقاها، وان كنت تقدر هاتلي معاك علبة دخان وحجر بطارية. بس كده؟ حاضر. حسن كلام رجالة. تزعلت مني؟ ايوه. ما تزعلش، روح وقابلني على الخص اللي هناك. يعني انت مش همك مني اي حاجة؟ روح. ما انتش خايف مني؟ روح. كويسة قوي قوي دي يا مجدي. طب يا جماعة متشكر قوي، متشكر قوي. مع السلامة. مع السلامة يا مجدي. مع السلامة يا فتحي. متشكر قوي انكم وصلتوني. تصبحوا على خير. مع السلامة يا جماعة. تصبحوا على خير. مين؟ أنا حسن يا ماما. أنت لسه جاي؟ اتأخرت كده ليه؟ معلش الصباح رباح. صباح على خير. ايوه كمان متأكدة. يوه ايه الناس اللي ما عندهاش ذوق دي؟ في حد يضرب تليفون في السعادي؟ الو. ايوه يا كمال. لا معلش حسن. حسن هنا من بدري طبعا متأكدة. ده انا مكلماه بنفسي. ليه؟ في حاجة؟ لا ابدا مفيش حاجة يا عنات هانم. انا بس بطمن عليه. انا اسف لازعاجك. متشكر اوي. تصبح على خير.
تعال هنا. محدش هيضربيني ابدا. وريني. عفارم عليك. اقعد. يا دين النبي. فارخة بحالها. أصلي مش مصدق نفسي. ليه؟ مش مصدق إني قاعد الساعة 3 الصبح مع الغريب اللي رعب الدنيا ومخلي البلد تنام المغرب. تعرف يا عم غريب، أنا لغاية دلوقتي مش قادر أتصور، ما تزعلش مني، إنك بني آدم زينا. أمال يعني هكون إيه؟ عفريت؟ لا يعني لا سمح الله، إنما حاجة كده زي الغول اللي قرب منك لازم تاكله. ودلوقتي غيرت رايك؟ برضو لسه مش مصدق نفسي. جبت لي معاك السجاير والحجاره؟ مال ادي السجاير وادي حجر البطاريه. دي سجاره. قلت لك ما تشربوش. بلغتش عني البوليس؟ البوليس؟ وبلغه ليه؟ انا مش راجل مجرم وهربان وخطر على الامن، وكان لازم تبلغ عني. بس انت امنتني ومن امنك لم تخون. حتى لو كان اللي امنك مجرم؟ حتى لو كان مجرم انا ساعتها ما بقاش بخونه، ابقى بخون نفسي. الكلام ده ما قولوش الا راجل. انت راجل يا حسن، عفارم عليك. بس انت ازاي امنتني؟ صحيح ازاي؟ اذا كنت عايش عيشة زي اللي انا عايشها دي وحياتك تبقى متعلقة بكلمة يقولها واحد، يبقى تتعلم من بصة واحدة للشخص اذا كان ده تأمنه ولا تقتله. يعني لو ما امنتنيش كنت هتقتلني؟ غريبة؟ لا ابدا مش غريبة ولا حاجة، ده انا من ساعة ما كلمني عنك عم جبلاوي وانا نفسي قابلك، نفسي اشوفك. يلا حسن روح انت قبل ما يعرفوا في البيت انك مش موجود. انا هوصلك لغاية اخر الكوبري، وخلي بالك محدش يشوفك لو انت جاي ولو انت رايح. الاكلة دي هتكفيني لغاية بكرة بالليل. تقعد 24 ساعة من غير اكل؟ ويمكن 3 ايام. طيب اشوفك فين بكرة؟ عايز تشوفني تاني يا حسن؟ اعمل معروف بلاش نتكلم في الموضوع ده، قد انت جربتني وعرفت. طب ما نتقابلش هنا، هنتقابل في حتة تانية اوريها لك واحنا ماشيين. جيت من بدري يا ماما بس مش جاي لي نوم. لا يا حبيبي حاول انك تنام بقى، تصبح على خير. ماما. نعم. لو سمحتي كنت بس عاوز اقول لحضرتك حاجة مهمة. خليها للصبح. اصلها مهمة قوي قوي يا ماما. طب قول. انا ايه مالك بتلجلج كده ليه زي اللي عامل عاملة؟ انا عايز اتجوز. ايه؟ تتجوز؟ حضرتك شايفة يا ماما اني كبرت، واحسن حاجة للشاب لما يكبر انه يتجوز. ايه رأيك يا ماما؟ يا سلام، وانا افديك الساعة لما اشوف ابني عريس وصاحب بيت. يعني موافقة يا ماما؟ قوي قوي يا روح ماما. بس يا كلقلك العروسة اللي تليق بمقامك ومركزك. أنا لقيتها. كمان لقيتها؟ لا عال. ها وتبقى مين بقى؟ سلوى. سلوى؟
ايه رأي حضرتك؟ مش كويسة؟ كويسة قوي. وانت هتلقى زيها فين؟ واتكلمتوا مع بعض في الحكاية دي؟ لا والله يا ماما ابدا. ليه ما كلمتهاش؟ ما هو البركة في حضرتك بقى تروحي وتطلبي ايدها وتفتكر حيوافقوا؟ وايه المانع يا ماما؟ مش تستنى لما تتخرج قبله؟ كلها سنة واحدة واتخرج واتوظف وما فيهاش حاجة يا ماما لما اخطبها من دلوقتي. لا ده انت مفكر في الحكاية دي كويس قوي. انا شايف يا ماما اننا هنكون سعداء مع بعض، انا وهي قرايب ومتربيين سوا وبندرس في كلية واحدة، يعني فاهمين بعض قوي. بيتهيألي يا ماما اننا عقل واحد روح واحدة متقسمة نصين. ياه ده انت بقيت شاعر كبير قوي. هتروح لهم امتى يا ماما؟ ومستعجل على ايه؟ اصل بصراحة يا ماما انا بحبها قوي. بس بلاش كلام فارغ، هو ده اللي اتعلمته في مصر؟ هو انا بصرف عليك في الجامعة علشان تيجي في الاخر تتبجح وتقول قدامي انا بحب وعايز اتجوز؟ يا ماما انا اخلص. بدل ما تفكر في الحب والجواز فكر في مستقبلك، فكر في السنة اللي هتعيدها تاني. الجواز يا شاطر ما يقدروش عليه غير الرجالة مش العيال اللي زيك. اتفضل يا حضرة العمد. تمام يا حضرة العمد؟ تمام يا احمد. استاذن انا بقى. مع السلامة. سلام عليكم. سلام ورحمة الله. غرض اقول يعني ان الغريب اتاخر ويظهر انه مش جاي. اتفضلوا. لا معلش احنا هنستنى شويه كمان. دي انا حر راجل. اتفضلوا. انت خايف يا عم حسين؟ ده انا جاي هنا دلوقتي ولقاكم يقتلني. اسمع يا عم حسين، الخوف ده مش هينفعك، بالعكس ده هيخليه يتفرعن اكتر واكتر ويطمع فيك، وزي ما خد منك في الاول هيفضل يطلب وتديله، يطلب وتديله. وما تنساش يا عم حسين انك بتخدم العدالة. مين؟ انا خايف. عايز ايه؟ العمدة بعتني بشوال دور عشان اطحنه وعنده عزومة بكرة. روح قوله مفيش ضحين الليلة، قوله كده. يا جدع امتح بلاش اذية، هو انا اقدر اقوله كده؟
ده انا لو رحت وقلت له كده كان يخرب بيتي. افتح الله يخرب بيتك. افتح له. سلام. انا سيد، انا سيد. خش. طيب. يا شيخ العرب. مغرور بقى يا جمالك واقف كده زي روح الاعتزار. انا غور. انا معاك. يا سمك. للدنيا ما شفتش غير الهم والغم. ليه بس؟ انت ناسي انا بنت مين؟ طب وانت ذنبك ايه؟ يا ريتني ما جيت الدنيا دي خالص. وبعدين يا نعيمة بكره كل شيء يتصلح ويموت مش كده؟ حتى لو مات اسمه هيفضل عايش. عمري ما هشوف الراحة إلا لما أموت أنا. ما تقوليش كده أمار. خلي عندك أمل. أنا هسيبك بقى. وإن شاء الله المرة الجاية تكوني خفيتي وروحت بيتك. سعيد.
الله يسلمك. بتاعها منين؟ مش بعيد يجي يطمن عليها. ما تخافش يا فندم، انا صحيح له. انت طلعت قتال قتله ليه؟ اشمعنى يعني ما طلعت زي بقيه الناس؟ الله يجازيك يا شيخ. وانت قد السؤال ده؟ طب اسال سؤال تاني. لو النبي يا عم غريب، اشمعنى يعني طلعت كده؟ الحق الحق. مش عارف. انما اللي اقدر اقول لك عليه ان كل مره طلعت فيها كنت يا قاتل يا مقتول. يا قاتل يا مقتول ازاي؟ كل مرة كنت أطلع فيها يا قاتل يا مقتول، فكنت بقتل. كل مرة كده؟ كل مرة. حتى أول مرة؟ لا، في دي لا. أول مرة زعلت، زعلت خالص، وبتبقى صعب. أنا كنت مزارع بشتغل عند واحد من الأعيان، كان حقي. طلبته مرة، اتنين، تلاتة، مش عايز يديني. سقت عليه الناس، مش عايز يديني. ازاي علي يروح مني؟ اشتريت بندقيه وطخيته قدام باب بيته، وقعته في الارض. خدوني على البوليس، حققوا معايا، انما التهمه ما ثبتتش عليا. خرجت من السجن، لقيت اهله كارين عليا واحد علشان يقتلني. استنى لما يقتلني قتلته. لكن لا مؤاخذه يعني يا سي غريب، الراجل الاولاني لما قتلته ما صعبش عليك يعني؟ الاولاني أول حادثة عملتها زعلت، زعلت كتير. قطعت الزاد والمية شهر، عييت ورقبت. ما طيبنيش إلا لما عرفت إن أهله كارين عليا واحد علشان يقتلني. يقتلني، يقتلني، أقتله قبل ما يقتلني. لكن أنت بتسأل السؤال ده ليه؟ اصل عايز اقتل واحد. واحد؟ واحد مين؟ قولي عليه وانا اقتله لك. لا لا لا، هو مش واحد معين، انا عايز اقتل اي واحد. واحد اي واحد؟ واي واحد ازاي؟ يعني نفسي ابقى ابن ليل زيك كده وقتلي اي واحد. امال انا ليه كنت عايز اعرفك واقابلك واشوفك؟ انت بتتكلم جد؟ ثلاثة بالله العظيم بتكلم جد. جتني علشان كده؟ ايوه. يا فندي عيب يا فندي. اعلمك القتل؟ أعلمك الأكل إزاي؟ هو كوتشينة؟ وإذا كان نفسك يا سيدي تقتل، المسألة بسيطة، نخليك تقتل. صحيح والنبي، صحيح. بس على شرط، هكلفك بمأمورية، تقدر تعملها؟ أعمل أبوها كمان. خد يا سيدي، 5 جنيه دي، تديها لمرات القديمة، أنت عارف البيت. وبعدين تنده لي ورده. ورده مين؟ ورده الغازيه مرات التانيه، تعرفش بيتها؟ انا هقول لك تروح لها ازاي. يا ده يا بنتي طعمه مر زي الحنبل. معلش يا بشي. والله ما باين شفا يا بنتي، بس انا تعباكي معايا وانت لسه خارجه من المستشفى. ما تقوليش كده يا ام. قوليلي، ما سمعتيش حاجه عن ابوكي؟ هسمع عنه ايه يعني؟ هم بيقولوا هربان في الدوره اللي حوالين البلد. يا ترى انت عايش ازاي يا غريب؟ خليكي انت في حالك يا ام، هو انت ناقصه؟ ما هو اللي جايبه الروح. يا بنتي ما تقوليش عنه كده، ده ابوكي برضه. لو كان حاسس ان بنته وانك مراته صحيح ما كانش عمل فينا كده. ده انا كل ما بمشي في الشارع بيشاوروا عليا ويقولوا اهدي بنته. كل ما بقابل حد بيدور وشه مني. يا رب انا كنت عملت ايه في دنيتي عشان يطلعني بنت واحد بالشكل ده. عيب يا نعيمه الكلام ده، عيب يا بنتي. قومي يا نعيمه شوفي مين. اللهم اجعله خير يا رب. مش ده بيت عم غريب؟ ايوه، بس هو مش موجود. انا عارف انه مش موجود، انا جاي من طرفه.
اعمل معروف ملناش دعوه بيه. خليه يتفضل يا نعيمه، خليه يتفضل يا بنتي. اتفضل يا ابني اتفضل. انت مين يا ابني؟ انا جاي من طرف عم غريب. هو اللي بعتك؟ ايوه. طب اتفضل استريح يا ابني. معلش يا خاله انا مستعجل، هو بعت لكم المبلغ ده؟ احنا مش عايزين منه حاجه، كفايه اللي بكتبه من شغل. اسكت انت يا نعيمه، روحي انت اعملي الشاي روحي. لكن دي مش عادته يا ابني، والغريب فين وبعتك ازاي؟ معلش يا خاله ما اقدرش اقولك. اتفضلي رجعهم له يا امه، والنبي لو خدتي منه حاجه ما نعالتلك في الدار. يا ستي ليه بس؟ ارجوك يا حسن، انت ما تعرفش حاجه عن احوالنا. انت كمان تعرفي اسمي؟ انا عارفه كنت قد كده ايام ما كنا بنلعب مع بعض عند مكنه الطحين، بس الايام بتفرق تلاقيك ولا فاكر حاجه. افتكرت، انت نعيمه الجنيه. يخرب عقلك ازاي مش فاكر؟ ده انا فاكر كل حاجه. هي الايام دي تتنسي ابدا يا نعيمه؟ لكن انت ما قلتليش يا ابني الغريب فين. اهي دي يا خاله ما اقدرش ارد عليها. وانت يا ابني شفته ازاي؟ صحته كويسه قوي قوي الحمد لله، بس هو مشغول عليكم شويه. اتفضلي اشوف وشك بخير. لا والنبي يا ابني ما انت ماشي لازم تشرب الشاي. هاتي الشاي يا نعيمه، هو احنا يا ابني مش قد المقام. العفو يا خاله، اصل ورايا مشوار لازم اروحه حالا، حاجه مره تانية ان شاء الله. بس والنبي ليا طلب صغير، محدش يعرف اني جيت عندكم، اعملوا معروف. سلام عليكم. ازاي تقبلي الفلوس دي يا ام؟ دي فلوس حرام، ازاي تقبليها؟ دي فلوس ابوك يا نعيمه، وفلوس الاب يا بنتي دايما حلال. مساء الخير. يسعد مساء. لا مؤاخذة، خش خش يا خويا. واقف كده ريحك بتعين. ادخل اتفضل اتفضل يا اخويا اتفضل. معلش يا ست وردة انا جاي لك في كلمتين وماشي على طول. بطلت يا اخويا. هو ايه ده؟ الرقص، انت مش عايزني عشان فرح؟ لا ابدا. امال جاي علشان ايه يا شاب؟ انا من طرف الغريب. اهلا وسهلا. هو عايزك تروحي له النهارده. مش فاضية. انت مش بطلتي الرقص، وراك ايه بس؟ يو هو تحقيق نيابي، قلت مش فاضية. هو انا عندي شغل للغريب؟ وطي صوتك اعملي معروف. انت خوف؟ لا ما تخافش. تعال. انت تبقى قريبه؟ لا انا صاحبه. صاحبه؟ ده لازم بيحبك قوي، ده عمره ما كشفني على اصحابه. ولا يمكن مستعيلك؟ هتروحي له ولا لا؟ انت زعلت مني؟ لا مؤاخذه، اصل بحب المنرشي. لكن انا ما احبش. يوه وهو في احلى من المنرشي؟ ما قلتليش اسمك ايه؟ وعايزه تعرفي ليه؟ عايزنا نبقى اصحاب ومعرفش اسمه. انا مش صاحبك انت، انا صاحبه هو. ماني والغريب واحد. اسم النبي حرصك وصايمه. هعمل لك شاي. لا لا كتر خيرك. تشرب دخان؟ متشكر متشكر.
البنت اللي هيتهبلوا عليها دي؟ اهالي ما استعناهاش بنكلم. انت شفتها وانت طالع؟ ايوه. شايب؟ شايب بترقص ازاي؟ زي ما تكون راكبه اختها. الرقصة مش كده، الرقصة حاجة تانية يا روحي. أنا أصلي يا ست وردة. لا أصلي ولا فصلي، أنت ضيفي وأخويا وإكرام الضيف، إما أرقص له ولا تستعر مني. أصلًا وإيه اللي أنت لابسها دي؟ كرافتة. مالك؟ لا لا أنا ماشي. تروح هتسيبني لوحدي؟ ما أقدرش، لازم أرجع للغريب. هتيجي معايا ولا لا؟ هو بعيد في أول البلد، عند سيد أبو محمود. ياه ده بعيد قوي. أقول له نبات الليلة هنا وبكرة الصبح نروح على هناك سوا. يا خبر اسود، مش ممكن مش ممكن. وين مش ممكن؟ انت مكانك. انا خايفة عليك. الليل ملوش امان. ما انتش خالك. مرضيتش تيجي معاك. اصل الدنيا ليل وخافت من كلام الناس لما يشوفوها وهي خارجه معايا. وكانت في البيت ولا بره؟ لا كانت في البيت. وقالت لك ايه؟ عن ايه يعني؟ اي حاجه ولا ما اتكلمتوش مع بعض؟ في الحقيقه اول ما دخلت البيت قعدت تسألني عنك وعن أحوالك وعن صحتك. إيه اللي بهدلك كده؟ أبداً، أنت عارف المشوار طويل والسكة صعبة شوية. أنت بتكذب عليا. أنا أبداً. أنت إيه اللي حصل بينك وبين وردة؟ اتكلم. انت بتخوني يا عم غريب. اقعد. انا عرفت كل حاجه. بتفكر في ايه؟ حسن، لو حسيت في يوم من الايام ان الست اللي انت بتحبها بعتك وبتخونك تعمل ايه؟ اقتلها. هو القتل سهل يا حسن؟ على الأقل بالنسبة لك أنت لازم يكون سهل. قتل الناس حاجة وقتل واحدة بتحبها حاجة تانية. أنت متعرفش وردة بالنسبة لي إيه؟ قد كده بتحبها، لكن ده كتير يا عم غريب، دي ما تستاهلش.
بكرة لما تكبر يا حسن وتمشي مع الأيام بقية المشوار هتعرف حاجات عجيبة وساعتها هتقدرني. ده لو كنت لسه فاكرني. عم غريب دي الحقيقة يا حسن أنا مستعد أحب على إيدك. ليه يا عم غريب؟ نعيمة أمها ماتت وأنا ميت من زمان ما عاد لهاش حد دلوقتي خايف عليها تتلطم. خليك جنبها ما تسيبهاش. اطمن نعيمة في عينيا الاتنين. يا ماما بالكح دي ده ولا حاجه. اقعدي يا ماما اقعدي استريح. في حاجه يا ماما ممكن نعملها ونكسب فيها ثواب. حاجه ايه؟ بنت الغريب بعد امها ما ماتت اصبح ملهاش حد في البلد. فيها ايه يا ماما لو نجيبها عندنا هنا نقعدها في البدرون اهو فاضي ويبقى عملنا كمان حاجه لله. يا سلام عايز نجيب بنت الغريب تقعد هنا في البدرون؟ والله العظيم يا ماما كانت بتكرهه عنا دي حتى كانت بتستعر منه. وش عرفك انت؟ انا لا يعني يا ماما البلد كلها بتقول. ان ما كنتيش مصدقاني اسألي عم جبلاوي. اندهولك يا عم جبلاوي. انا هنده عم جبلاوي. عم جبلاوي عم جبلاوي افندم. تعالى كلم ماما عايزاك. حاضر. افندم ايه حكايه بنت الغريب؟ والله يا ست هانم انا بقول البنت غلبانه ويتيمه وتجيبيها عندك هنا وتستوري عرضها. الهي يستر عرضك. ولو اني مانيش قادره افهم ايه اللي محمسكم انتوا الاتنين للحكايه دي لكن الفكره في حد ذاتها مش بطاله. هو على الاقل هنضمن اننا نتقي شر الغريب. طول ما بنته موجوده في البيت مش هيقدر يهوب ناحيتنا ابدا. يا سلام يا ست هانم الله ينور عليك. انا مش عارف الفكرة دي كانت تايهة عن بال ازاي وكمان الغريب يحملها جميلة طول عمره. طب اجري يجيب البنت معاك يا جبلاوي. حاضر يا ست هانم. اروح معايا يا ماما. تروح فين يا ولد؟ خش. بقية في حياتك يا بنتي ما يكونش عندك فكر ابدا. انت هتعيشي معانا هنا زيك زي حسن ابني تمام. واذا كانت المرحومه والدتك اتوفت انا لسه موجوده
اعتبريني زيها تمام. كتر خيرك يا ست هانم. انا كنت ناويه اهج من البلد، عمر ما اتقال لي فيها كلمه حلوه، لكن برضه ربنا ما ينسانيش وبعت لي ملاك زي حضرتك. يعني كنت حسيبك تتلطمي؟ هو ده معقول؟ جبلاوي افندم يا ست هانم، وضبوا لها الاوضه وافرشوا لها السرير. من عينيا الاثنين يا ست هانم. الهي يخلي لك سي حسن ويخليك لحد ما تشوفي خلفته. كتر خيرك يا ماما. خش يا بنت خش. هروح اجيب لك الغطا واجي. الله، انت بتعيطي ليه بقى؟ مش كفايه عياط؟ اقعدي. كفايه عياط بقى يا نعيمه. انا اللي مزعلني انها ماتت بسبب، هو اللي عياها، هو السبب. انت للدرجات بتكرهيه؟ انا بكرهه على قد ما اي بنت بتحب ابوها واكتر كمان. يمكن لو تعرفيه كويس ما كنتيش تقولي عنه كده. ده بيحبك قوي يا نعيمه. واعمل بحبه ايه؟ طيب بس هدي اعصابك، مش كده؟ عشان خاطري انا تحاولي تنامي. الصباح رباح، تصبح على خير. وانت تصبح على خير. وانت من مالك يا حسن واقف لوحدك ليه؟ ابدا مش هاي اللي واخد عقلك. الجو لحس عقلك يا عم، الله يسهل لك. جو ايه يا سعزيز؟ ايوه استهبل يا اخويا استهبل. بنت الغريب. مالها بنت الغريب؟ بذمتك ما بتحبهاش؟ انا بحبها. ايوه امال يا اخويا، امال ايه؟ امال ميعاد عندك في البيت ليه؟ عشان تلعبوا طاوله سوا اظن. اسمع يا عزيز، حاسب على كلامك. بخير عليها يا عم. اسمع بقى سيدي، امتى هنفرح بيكم ان شاء الله؟ اسمع بقى الهزار بتاعك. ايه يا حسن؟ بقول لك ايه يا حسن؟ ما تبص بقى يا مجدي. ايه ده؟ ايه حركات العيال؟ والله لا اوريك يا حسن. خلاص بقى يا اخي اقعد انت. حسن انت زعلت بصحيح؟ يعني ما سمعتيش قال ايه يا سلوى؟ بيهزروا معاك يا اخي. ايوه بس الهزار مش في الحاجات دي. يبقى صحيح بتحبها يا سلوى؟ انا مفيش بيني وبين نعيمة اي حاجه. وافرض يا اخي بتحبها، هو الحب عيب؟ صحيح. صحيح طبعا. وفيها ايه لما اتنين يحبوا بعض؟ يعني لو في مثلا يعني واحد بيحبك وعايز يتجوزك توافقي؟ لو بحب وهو يعرف ازاي انك بتحبيه؟ الحب عمره ما يستخبى يا حسن. يعني مثلا كل الشيء اللي عارفه اني بحبه. صحيح يا سلوى، وانا كمان بحبك. بتحبني انا؟ وعايز اتجوزك. تتجوزني انا؟ ايوه. موافقة يا سلوى؟ لكن يا حسن أنا ما أقدرش أضحك عليك. يعني ما بتحبنيش؟ أنا بحبك زي أخويا يا حسن، لكن عمري ما حسيت إن أنا وإنت نتجوز. في حد تاني؟ أيوه. ممكن أعرفه؟ جمال. حسن مسيرك هتلاقي الانسان اللي تحبه. ما افتكرش.
غريب. عم غريب. اهلا سي حسن. لا مؤاخذة عيني غفلت. مش معقول، ده أول مرة عينك بتغفل فيها. تعبان يا حسن، تعبان. تعبان ولا زعلان؟ الله أعلم إذا كنت تعبان ولا زعلان. معلش يا عم غريب، تقولي لك مدة ما أكلتش، أنا أجيب لك أكل معايا أهو. يا خسارة تعبك. والليلة ماليش نفس. الله، وهنعمل إيه في كل ده؟ نفحت له وندفنه ونعلم عليه، وبعد كده هنروح مشوار. هنروح فين؟ بعدين تعرف. ايوه ارزم كده صبر. طيب بس انا زعلان منك. ليه؟ مش الراجل بيتربط من لسانه؟ مظبوط. طب انت كنت وعدتني بايه لو قمت لك بالمهمتين اللي كلفتني بيهم؟ وعدتك بايه؟ تعلمني اقتل ازاي؟ اقتل؟ مش فاكر؟ ايوه صحيح، وعدتك وخلفت. يبقى خلاص، انا عايزك تنفذ وعدك الليله. واو كذلك. انت بتاخدني على قد عقلي ولا ايه؟ ابدا وحياتك، انا بتكلم جد. يعني هتخليني اقتل؟ تعال وراي. على فين؟ ما تسألش، يمكن نقتل يمكن نتقتل. انت لسه على البر، تروح بيتكو ولا تيجي معايا؟ اروح؟ لا هاجي معاك. دستوركم يا رجاله. دستورك معاك. اتفضلوا. انت بتقول لهم كده ليه؟ مال مش لازم نستأذن؟ وهم مالهم؟ هو الطريق ملكهم؟ دول ولاد الليل يا حسن، كل الناس بيعيشوا بالنهار لكن دول ما يعيشوش الا بالليل. دستوركم يا رجاله. دستورك معاك. اتفضل. عشت عشت. شايف بيقولوا لي دستوركم ازاي؟ دول فاكرين ابن ليل انا راخ. انت خايف؟ لا. مستعد لاي حاجه؟ اي حاجه. شايف الناس اللي هناك دول؟ مين؟ شلبي. شلبي مين؟ اخويا وحبيبي، وحشني من زمان، عشان كده عايزك تعمل حاجه، تخش تخطب بندقيه الغفير وتهوشهم. هنموت على روحنا من الضحك. ايوه ايوه. والله شلبي يا اخويا الواحد ما عارف يعمل ايه، هم الدنيا وهم العيال. لكن انا اقول لبنات امي هتروح المدرسه، يعمل نفسه نايم ويقول على العيان قلت لهم امي هات له الحكيم يشوفه يعمل فيه ايه. قال برضه حط راسه على المخده. بسم الله. حسك عينك تنطبع حرف واحد، فاهم؟ جيل ادي غناك. تعال معايا. لسه عايز تتعلم الاكل؟ انطق بس بس بس. بس دم دم يعني في تعويرة، تعويرة بسيطة. اسمع انا عايز اشوف نعيمة، روح شوف الطريق. يلا يلا. Thank you.
حاجة يا سي حسن؟ افتحي الباب يا نعيمة، افتحي، عايزة اقول لك حاجة مهمة. لا لا لا، ما تولعيش نور حسن، حد يشوفنا. اسمعي، ابوك هيفوت عليك هنا الليله دي عشان عاوز يشوفك. ها طيب، بس تعمل معروف اخرج دلوقتي. الله، انت خايفه مني؟ لا ابدا، بس اخرج دلوقتي يا سعد. نعيمة، ما تخافيش، انا مش خايفه. ماما بره، امشي اطلعي بره. نعيمة مظلومة يا ماما، مفيش بيني وبينها أي حاجة. أنا قلت بره، مستنية إيه؟ لو هوبتي ناحية البيت ده مرة تانية هسلمك للبوليس، أنت فاهمة؟ امشي اطلعي بره. بره! نعيمة تعالي هنا، رايح فين يا ولد؟ يا ماما حرام عليكي، نعيمة مظلومة يا ماما. اخرس يا كلب. يا ماما، أنا كنت جاية عشان أقول لها إن أبوها جاي يشوفها الليلة دي. إيه؟ الغريب؟ وأنت منين عرفت إنه جاي لها الليلة دي؟ انت تعرف الغريب يا ولد؟ اتكلم، انت تعرف الغريب؟ ايوه اعرفه، اعرفه من زمان، وانا وهو اصحاب كمان. اصحاب؟ وكمان بتتبجح وبتقولها قدامي يا امشي اطلع على الارض، اطلع فوق. المكان الوحيد اللي ممكن تقعدي فيه وانت مطمئنه. صحيح، فين؟ عندي في البيت. يا خبر يا سي كمال، ده كان ابويا قطعني حتت. الكلام ده لو حد عرف انك عندي. لكن انت ايه اللي زنقك على كده؟ قصدك ايه؟ تقعدني عندك ليه وتعرض نفسك للخطر؟ ما تنسيش يا نعيمه انك قبل كده عرضت نفسك للخطر علشاني، وان اي شيء اعمله مش ممكن يتساوى مع الشيء اللي انت عملتيه عشاني. بس بقى في طلبين ليا عندك. ايه هم؟ اولا تبطل عياط. ايوه اهو كده. ثانيا اوعى تفتح لحد، ان شاء الله حتى يكسر الباب عليكي. كل اللي تقوله همشيه بالحرف الواحد يا سي كمال. ايوه، اشربي الشاي بقى. نور يا جبلاوي، وخلينا اشوفك. وقف عندك، ما تتحركش وترفع عليها سلاح. نزل سلاحك يا جبلاوي. بنت فين؟ في الامان. هي مش كانت هنا؟ لما عرفنا انك جاي نقلناها. وعرفت منين ان انا جاي؟ من حسن. حسن؟ مين حسن؟ حسن ابني. ايه مستغرب؟ ما هو من ساعة ما قال لنا واحنا منتظرين تشريفك. استنيتوني حاف كده؟ ما بلغتوش البوليس ليه؟ مالنا احنا ومال البوليس يتدخل بينا؟ الهبل بس هما اللي يدخلوا البوليس بيناتهم. انت عايزة ايه؟ عايزة اتكلم معاك. اتفضلي. اتفضل انت استريح. انا الكلام معايا دايما بيكون على الواقف. كده اسمع، انت عايز بنتك تعيش معانا هنا مرتاح 24 قراط؟ واذا كنت عايز كده طلباتك ايه؟ تبعد عن حسن. حسن؟ حسن انت عمال تكلميني عن حسن؟ انا ما اعرفش حسن. اسمع بلاش لف ولا دوران. حسن قال لي على كل شيء، قال لي انكم اصحاب وانا مش عجباني الصحوبيه دي. ايه رايك بقى؟ طب
طب ليه ما تكلميش ابنك في الموضوع ده؟ ابني انا هعرف شغلي معاه، انما اللي عايزاه منك انك تساعدني. ابنك راجل ويقدر يساعد نفسه. ابني عيل ما يعرفش مصلحته، ولو ما كانش عيل ما كانش راح لك انت وصاحبك. دي عاملة رجالة مش عاملة عيال. اسره عايزة ايه؟ انا مش بكلمك كمجرم، انا مش بكلم الغريب اللي مدوخ البلد، انا بكلمك كأب طبعا تقدر عطفة الابوة. انت تهمك مصلحة بنتك وعايز تصونها، انا كمان يهمني مصلحة ابني وعايز احميه منك. طبعا انت مقدر موقفي. كل اللي بطلبه منك انك تبعد عن حسن، او على الاصح تبعده هو عنك، ولك عليا ان بنتك تعيش هنا معايا واشيلها في عينيا الاتنين. اتفقنا، بس عايز اشوف بنتي. تعال بكره وانت تشوفها. بكره ما اقدرش اجي، ابعتها لي مع جبلاوي. ابعتها لك فين؟ الحته بتاعت عم ناول يا جبلاوي، مش هتقدر تنساه. الوقت ما حدش منكم يتحرك لحد ما اخرج من هنا. حركه واحده مش عايز. اهو وصل يا ست هان. تعالى هنا. راحت فين؟ ما اعرفش. انت مش جريت وراها؟ ما حصلتهاش. وبعدين بقى؟ ما احنا لازم نلقاها. جبلاوي أفندم، انت مالكش شغلة بكرة الصبح الا انك تدور عليها وتطلعها من تحت تقطيع الارض. من عينيا يا ست هان. وانت يا حسن اطلع وضب شرطك وهتسافر مصر بكرة الصبح. يا ماما الاجازة لسه ما خلصتش. انت بتعارضني يا ولد؟ يا ماما انا بقول رأيي وخلاص. وانت كمان بترمي كلمة الارض قدام الغريب. يا ست هانم كلمتك على عيني وراسي، ده انا يهون عليا الموت والعصاي، لكن كلكم ونرفع بندقيتي على الغريبكم. ترضي ان سي حسن يرفع صوته عليكي؟ اهي دي زي دي تمام نهايته. احنا مش هنتحاسب دلوقتي، خلينا في المهم. تفتكر ان الغريب هيمسك كلمته؟ شوفي يا ست هاني، قولي عليه زي ما تقولي، حرامي مجرم قطع طريق، انما مدام اداكي كلمه هي كلمه. بس ايه يا جبلاوي؟ بس يعني لو خدت رايي كل ده مش هينفع. ايه اللي مش هينفع؟ هتبعديه عن الغريب هيلوف على غيره، والشاب من دول لما بيوصل السن ده بيبقى جواه ركية نار مش عارف يوديها فين. طب والعمل؟ نطفيه. ايه دي اللي تطفيها؟ يعني نجوزه يا ست هاني. انت بتخرب بتقول ايه؟ عايزني اجوز ولد لسه تلميذ؟ انت اتجننت يا جبلاوي؟ يا ست هاني الناس بتعلم ولادها علشان محتاجه، وحضرتك بسم الله ما شاء الله الخير كتير، ومصيرك هتجوزيه، وان ما كانش النهارده هيكون بكره، وبكده نربطه بحته سنيوره حلوه تقوم تنهيه عن الغريب. طب بس بلاش كلام فارغ، روح شوف شغلك. روح. حاضر يا ست هاني، تصبحي على خير. عقبال ما نشرب شرباتهم. يعني موافقه؟ ما وافقش ليه؟ هو احنا حليل احسن من حسن؟ ها وانت ايه رايك بقى يا عمر بيه؟ من جهتي انا ما عنديش مانع، المهم هي ما هي موافقه. انا قصدي العروسه سلوى، يعني مش لازم توافق. معقول برضو؟ بالاذن يا عمر بيه. الله ما بدري. معلش ابقى اجيلكم مره تانيه. انستي وشرفتي. الله يحفظك، مع السلامه. انت فاكرني عيل بتضحك عليا؟ انا افتكرك عيل ازاي وانت راجل زيك تمام؟ امال ما نفذتش الاتفاق ليه؟ اتفاق ايه؟ طبعا نسيه، مع اني نفذت لك كل حاجه قلت لي عليها. عايز تقتل يعني؟ كويس انك لسه فاكر. طيب يلا بينا. على فين؟ مش عايز تقتل؟ ايوه. طب يلا بينا، انا هخليك تقتل. اي الوجع اشتد يا حسن، معلش هتسند على كتفك. يلا البندقية ايه؟ واول واحد يجي علينا اقتله.
مش تعلمنا اقتل ازاي؟ القتل مش عايز علام، اللي عايز يقتل بيقتل، يا دوب تدوس على زناد فيموت اللي قدامك وتتحرر انت وتبقى راجل. انا مش بهزر، ما هو لو ما كنتش انت هتساعدني انا هروح لاي حد تاني. للدرجة دي؟ ايوه للدرجة دي. اول ما تشوف حد جاي انسى نفسك خالص وبصله، وما تنشنش الا لما يقرب عليك، اوعى تتردد لا يقتلك هو. خليك فاكر يا قاتل يا مقتول، ومين عارف يمكن حظنا يضرب ويطلع متريش. على العموم بعد ما يخلص تروح تفتشه وتجيب اللي معاه، واوعى يقع منك حاجة. اهو واحد اهو يا عم غريب. حرام نفدت بجلدك. نفدت ازاي؟ البلطة دي كنت مجهزها لك عشان اخلص عليك. ليه؟ عشان اخلص العالم والدنيا منك. لو كنت قتلته كنت انصعرت وبقيت زيي، عشت زيي يا قاتل يا مقتول. روح لبيتك واهلك. لا مش هروح. قلت لك روح لبيتك واهلك احسن لك، واوعى اشوف وشك هنا تاني. امشي امشي. الله، نعيمة نعيمة نعيمة، انت نمتي ولا ايه؟ الظاهر ان انا حلمت كمان. طب خش استريحي. يمكن تعوز حاجة؟ لا 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 ابدا، لو عوزت حاجة هعملها بنفسي. يلا صباح الخير. وانت من بعد. الحمد لله اللي لقيتك يا كمال، تلات مرات جيت لك الصبح ما لقيتكش. ليه ها؟ تلات مرات؟ ليه بقى؟ في حاجة؟ حاجة مهمة خالص. وما كنتش قادر تستني للصبح ولا ايه؟ لا ما كنتش قادر استنى للصبح. اصل يعني اتفضل اتفضل. كمال. ايوه يا سلوى. انت لسه مصمم ما تقابلش بابا غير بعد ما تقبض على الغريب؟ ايه لزوم الكلام في الموضوع ده دلوقتي؟ احنا مش اتفقنا من زمان؟ ايوه بس زمان غير دلوقتي يا كمال. ليه بقى؟ مالك يا كمال؟ ابدا ابدا مفيش حاجة. امال بتبص الاوضة دي ليه؟ انا؟ لا ابدا ابدا. في حد عندك؟ عندي انا؟ انت عارفة ان انا ساكن لوحدي. نتكلم بقى في المهم. اسمعني انا اسفة، الظاهر انا جيت في وقت غير مناسب. على العموم انا جاي اعزمك، انا هتجوز حسن. ايه؟ هتتجوزي؟ ليه لا؟ حسن ولد كويس وله مستقبله، واهم شيء انه بيحبني. انت بتحبها وهتسيبها تتجوزه؟ طلعت ليه يا نعيم؟ انا السبب في اللي حصل. لا ابدا ابدا. ارجوك تروح تفهمها على الحقيقة. خش انت استريحي. يا زكية هانم خير كده. لك حق، جي العفاريت. طب وليه ما تجوش في الفيلا عندنا؟ بالعكس الفيلا هنا واسعة وتستعمل حبايب قلب. مع السلامة.
كلمي مين يا ماما؟ زكية هان. تعال اقعد جنبي يا سند. لا انت اعصابك مش عجباني ابدا اليومين دول. دي يا ماما مفيش حاجة، انا كويس خالص. يجوز. المهم انت مش كنت طلبت مني طلب؟ طلب ايه؟ اني اجوزك سلوى. ايوه لكن حضرتك رفضتي. لكن رجعت ووافقت، وسلوى كمان وافقت، وهتقدم لها الشبكه الليله. مش ممكن يا ماما. ايه هو اللي مش ممكن؟ ازاي الحكايه دي تتم بسرعه كده؟ يظهر انها بتحبك قوي. ده انا يا دوبك طلبتها من اهلها امبارح، وامها دلوقتي بتكلمني في التليفون تقول انهم موافقين. غريبه دي. ايه اللي غريب في كده؟ مش هي دي اللي كان نفسك تتجوزها؟ فعلا. سلوى، ممكن افهم ايه الحكاية؟ حكاية ايه؟ انت ازاي وافقتي على الخطوبة دي؟ انت مش مبسوط؟ وكمال ارجوك مفيش داعي نتكلم في الموضوع ده. اذا كنتوا زعلانين مع بعض يا سلوى، ده مش معناه انك ترضي باي جوازة والسلام. الجواز مش لعبة. انا فاهمة يا حسن، اللي بيني وبين كمال ما كانش حب، انا كنت فاهمة غلط، يمكن كنت معجبة بيه بس تريح. طب والكلام اللي انت قلتيه عنه؟ ارجوك تنساه، واوعدك هحاول على قد ما اقدر اني اساعدك. مش عارف اقولك ايه، لكن من ساعة ما صرحتيني انك بتحب كمال وانا في واحدة تانية يا حسن. مين يا حسن؟ مش عارف يا سلمى. حسن انت خايف تقولي؟ انا خايف من نفسي، خايف لو جوازنا ده تم اعذبك واعذب روحي. سلوى فكري كويس. عن اذنك. نقطة ما لقيتوش، عايزه ضروري. اتفضل استني. اعمل لك قهوة؟ متشكر. ولا تحب اعمل لك شربات؟ اشمعنى؟ مش خطوبتك الليلة؟ مين اللي قالك؟ ما هي ست سلوى كانت هنا ليلة امبارح. سلوى كانت هنا؟ وشافتك؟ ايوه. سهل. هتتجوزها ليه بتسألي؟ أصل سكمال بيحبها وهي كمان بتحبه. أنا عارف يا نعيمة، عارف. وهتتجوز واحدة بتحب واحد غيرك. ماما عايزة كده. وانت بتحبها؟ كان زمان. ودلوقتي انا بقيت زي الغرقان اللي مش عارف يرسيله على بر. امال
سلوى العريس فين يعني يا تهاني؟ أصلي بعته مشوار صغير. أصلي سلوى على نار مستنياه. لا معلش ما تقلقيش يا حبيبتي زمانه جاي. ودي عاملة تعمليها يا سلوى؟ أمال كنت عايزاني أعمل إيه؟ تستني لما يقول لك دي مين، مش يمكن تكون قريبته؟ مش تسيبيه وتوافقي على جوازك من حسن؟ على العموم اللي حصل حصل، وأنا مش ممكن أرجع في كلامي. لا يا سلوى، أنت غلطانة. لازم تفكري قبل ما يفوت الأوان. عقبالنا يا ست الكل، عقبالنا. عقبالنا يا حبيبي عقبالنا. ايه 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 بتضحكوا على ايه؟ عشان ما هي طويلة ولا قصير؟ طب وايه يا نابليون اتجوز واحدة أطول منه. يلا كيلو منهم. يلا يا زميلة يلا. ها وانت يا أستاذ عزيز مش ناوي تتجوز ولا ايه؟ يا عين عليها. يا مين؟ اللي هتتجوزك. في واحدة بتيجي تقعد مع واحد معقد بالشكل ده؟ الموضوع مش موضوع الشكل، المهم الشخصية. لا وانت الصادق، المهم الأخلاق ورضا الوالدين. لا والله حدق. الله ده العريس جه اهو. اهلا يا عريس تعال. ايه يا عم انت كنت فين؟ رجع لك يا مجدي. رجع لي حسن. انت كنت فين؟ اصل يا ماما انا اصل ايه؟ فوت قدام. في حاجة يا عزيز؟ يعني انت كنت بتتكلمي جد ولا بتهزري؟ على ايه؟ لما قلت لي ان مفيش واحدة ترضى تتجوزني. انت زعلت ولا ايه؟ انا كنت بضحك. كنت فين؟ كنت في مشوار صغير. مشوار ايه؟ ابدا كنت بجيب حاجة. حاجة ايه؟ يا سلام عليك يا ماما بقى، هو تحقيق؟ ما تكدبش عليا، انت كنت مع الغريب مش كده؟ يا ماما بقول لك ما تكدبش عليا. الحقيقة قابلته الصدفة. وقعد يسألني على بنته وإيه؟ وبس يا ماما أديني جيت أهو. أنت ما قابلتوش صدفة، أنت رحت له. وفرض يا ماما إني حتى رحت له. ورحت له فين؟ في حتة كده. عيب تكذب عليا يا حسن، أنا مامتك. إذا كنت عايز تعمل راجل زي ما بتقول، خليك شجاع وقول الحقيقة. أيوه، رحت له وقابلته عند الكوبري اللي في أول البلد. وهو قاعد هناك؟ ايوه قاعد هناك. يا ماما حرام عليكي، ده مجروح في رجله ومتعور مسكين. تعرفي يا ماما انا حتى بفكر اننا نجيبه عندنا هنا ونعالجه على حسابنا. الراجل ده كويس قوي يا ماما، لو تعرفيه على حقيقته ما كنتش تخاف عليا منه بالشكل ده. ومين قالك ان انا خايف عليك منه؟ يا سلام، هو في حد في الدنيا يخاف على ابنه من الغريب؟ وبتقول انه مجروح ومتعور، طب نجيبه عندنا ونخلي الدكتور بتاعنا يعالجه. تتكلمي جد يا ماما؟ طبعا. انت ملاك ورحمة ابويا انت ملاك، وانا احلف لك بشرف يا ماما اذا جبناه وعالجناه ما هيكون لي بيه اي صلة بعد كده ولا هعرفه ابدا. يا حبيبتي يا ماما ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. حسن. ايوه ماما. اطلع عليا هدومك يا حبيبي. حاضر يا ماما. البس اني بدلتي. بدلتك الجديده يا روح ماما. حاضر. اديني المركز. النخيل كمال حمدي. مين؟ كمال؟ ايوه انا. اسمع اللي هقوله لك كويس. ايوه عنات هان. فين؟ عند الكوبري اللي في اول البلد؟ ايوه عارفه. ولازم تقبض عليه حالا. ايه اللي بتعمليه ده؟ بعمل اللي لازم يتعمل يا سي حسن. خساره، كل ما اقول عليك انك بقيت راجل الاك بتفكر زي العيال تمام. لكن انت وافقت يا ماما. وافقت. وصدقتني عين. يعني كنت بتضحكي عليا. بس يا ولد بلاش غلبه، امشي اطلع البس هدومك. مش هلبس هدومي. اخرس. ومش هلبس هدومك كمان. ولد كفايه بقى، انت فاكراني ايه؟ لعبه في ايدك تحركيها زي ما انت عايزه؟ انا بني ادم، بني ادم ليا قلب وعندي احساس. مش كده يا حسن؟ الله ارجوك يا مجدي، ارجوك كفايه بقى، مش عايز حد يتحشر. من هنا ورايح هتصرف زي ما يعجبني واللي على كيفي انا هعمله. حسن. حسن. Thank you.
غريب ومن هنا بسرعه عم غريب. انا مش قلت لك ما تجيش هنا تاني ابدا. امي بلغت عنك البوليس وزمانهم جايين يقبضوا عليك. بتقول ايه؟ مش ممكن. يبقى لازم اهرب من هنا. اوديني فين يا عم غريب؟ قريب عند السايه اللي هناك دي. طب يلا يلا بسرعه. يظهر الضيوف وصلوا. حسن انت خايف؟ خايف عليك. لو طلبت منك خدمه تعملها؟ احلف. وحياه عم الغريب. خد حامل ايه بيه ده؟ تقتلني؟ ما تخليش البوليس يقبض عليا. اقتلني يا حسن اقتلني. انا اقتلك؟ ده مش ممكن مش ممكن ابدا. لو انت ما عملتهاش غيرك هيعملها. سلم نفسك يا غريب. المكان محاصر من كل ناحية. مش قلت لك؟ اسمع يا غريب، بعد دقيقة واحدة لو ما خرجتش هنضرب في المليان. قوة تستعد. ماله يا نتها؟ ابني مع الغريب. طب هدي نفسك هدي نفسك ما تخافيش. استنى شوي. حسن ما تخافش يا حسن، كلها لحظات وحروب قبض عليه. سامحني يا حسن. ما بيردش. ابني قتلوه. ابني قتلوه. حسن حسن حسن. هتعمل ايه؟ هقتل اي واحد يجي هنا. لا يا عم غريب ضمي. ما يهمنيش، هي اللي حكمت على روحها بالموت. حسن عم غريب عم غريب رد عليا يا عم غريب، ما كانش قصدي، لكن لقيتك هتموت امي. فاضي، امال ليه عملت كده؟ عشان احقق امرك واخليك بطل وراجل قدام الناس. انت قتلت الغريب يا حسن. ابا ابا حسن حسن عملت ايه يا حسن؟ عملت ايه يا حسن؟ دايما أمانة في رقبتي. كده يا حسن كده. تعال يا بنتي تعال يا حبيبتي. Hey!